السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غنشارك معكم العدس على الطريقة المغربية. هاد الأكلة هي المفضلة عندي، سهلة ولذيذة، غير انا غنزيد ليها شوية ديال الخضرة. فهمتي؟ غنمشيو ديريكت لانغريديان. غنحتاجو واحد 250 غرام ديال العدس، نقص شويه ديال القزبور وشويه ديال المعدنوس، غندير شويه ديال اللفت، شويه ديال القرعه. هاد القرعه هي اللي كتعطي ديك اللذه للعدس. غنديرو واحد ماطيشه، مازال غنزيد واحد شويه ديال توماتو بيست سيريز. غندير واحد 3 بطاطات صغار، واحد 2 خيزوات، واحد البصيله، وواحد 4 دريوز ديال الثوم. اوكي، وغندير واحد شويه ديال زيت العود، وغنحتاج هنايا واحد شويه ديال الزنجبيل، وشويه ديال الكمون، وشويه بزار، وشويه ديال التحميره، وشويه ديال الزعفران البلدي والملحه. اوكي، نعدس درت 250 غرام، لان هو كي مع الخضروات سميتو غادي يجي هو هذاك. اوكي، يلا على بركه الله. غنقطع الخضره ديالي ومن بعد ندير سميتو الطيب، حتى الطيب عاد نزيد لها العدس باش ما يتفرتش ليا. اوكي، بسم الله على بركة الله. نقطعو البصلة ديالنا، نقطع صغيرة، غنخوي الزيت، ندير سميتها قطع التومات تاهي. أنا كنديرها هكا، كنقطعها كبيرة شوية. نديرو معاها خزو، طبعا نقطعو صغير، نديرو معاه تاع السميتة اللي فيتها، نديرها معاها حتى هي. أنا شوية عادي نزيد فيها شوية ديما، ملي طلعت شوية ديك البصلة ملي درت نزيد ليها الما، من بعد نقطعو الخضرة ديالنا كامل. البطاطا التانية، البطاطا غنقطعها على 4 حكا باش ما تدوبش على حساب الدراري.
نقرا هذه اللي تاعي، واخا نقطع رقيقة باش ندوب فيها. مازال ندير واحد شوية البطاطا، مقادانيش هادي. بعد ما تشد هي تشد نقطعها صغيرة، لان انا ما حيدتش لها القشره ديالها. بحال شوب طوماطو. ندير مطيشه نعرف ديك الخضره كامله، البطاطا والقرعة باش ديك القرعة تدوب. صافي نخليها حتى شوية وندير لها العطرية ديالها، ومن بعد تطيب ديك الخضرة شوية ونلوح عليها العدس باش ما تجينيش معجنة. ندير واحد شوية ديال الطوماطو بيست، نلوحو على الربيح تاعها خطاتو تاعو، وغندير الخوي العطرية ثلاثة دقائق ولو على العدس. شتي على الصوص كي داير، بنين بنين بلا ما نقول. انا غنزيد دابا العدس، عشرة دقائق تاعو هو موجود. نشربو القهوة ديالنا من ميطي بالغدا، قهوة العشوب ديالها. العدس ديالنا هو طاب بسم الله. نديرو شوية زويتة هذا هو هذا ديالنا عدس مغربي 100%. يلاه اللي عجبو الفيديو خلينا شي لايك وشي كومنتار، واللي مازال ما اشتركش معنا في القناة اشترك. هذا فضل وليس امرا، وطلعوا لي فريوسكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى الفيديو دي ان شاء الله الرحمن الرحيم.